دلوقتي يا باشمهندسين عايزين نشتغل في الموضوع بتاع الطباعة، ازاي اطبع اللوحة وتطلع شكل اللوحة كويس. الحقيقة الاعدادات بتاعة الطباعة كتير جدا 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 جدا، في حاجات كتير لازم تعملها عشان اللوحة تطلع شكلها كويس. وفي ناس كتير جدا بتعمل اللوحة ويبقى اللوحة باذل عليها مجهود، يعني مثلا شايف اللوحة دي شكلها حلو ازاي على الاوتوكاد ومية مية، ويعني مفيش احسن من كده، تمام، ويجي يطبع تلاقي اللوحة طالعة زي الزفت. حلو الكلام. فانت لو ما طبعتش كويس كل مجهودك ده هيبقى ايه؟ راح ايه؟ راح في الهواء، خلاص؟ فعايزين نطبع ونتعلم ازاي نطبع بطريقه كويسه. عشان اطبع هدوس كنترول بي، عشان اطبع هعمل ايه؟ هدوس كنترول ايه؟ كنترول بي. حلو؟ اقول له كونتينيو، يبدا يفتح لي الصفحه بتاعه الطباعه اللي قدام سيادتك دي. ركز بقى بالله عليك واحده واحده كده معايا، ركز بالله عليك واحده واحده معايا. هاجي انا هنا بيقول لي النيم، هل انت عندك اي نيم دلوقتي؟ ليه؟ في اسم؟ في اسم. ده النيم ده بتاع ايه هندسه؟ بتاع السيت اب. يعني ممكن واحد فينا يعمل سيت اب معين، تسطيب معين للبرنامج، تمام، او يعمل اعدادات معينه وبعد كده كل مره يخش يختارها منين؟ من هنا. حلو الكلام. احنا عاملين حاجه؟ لا. يبقى هنختار ايه؟ نان. يبقى دي اول حاجه كده اخترت من هنا ايه؟ النيم. هنختار مين؟ نان. بعد كده هنا البرينتر او البلوتر. فلو فتحت هنا كده، لو انت موصل اي برينتر باللابتوب بتاعك ده هيروح قايل لك ايه؟ البرينتر مثلا في عندك اتش بي كذا 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 كذا، فتقدر تختار البرينتر اللي انت تطبع عليه. طب انا ما عنديش برينتر في البيت، انا ما عنديش ايه؟ برينتر في البيت، فدايما احفظ الملف بتاعي على انه بي دي اف، احفظ الملف بتاعي على اني ايه؟ بي دي اف. فقمت جاي هنا كده واروح قايل له انا عايز الملف ده، تمام، وليكن بي دي اف، اوتوكاد بي دي اف هاي كواليتي، اوتوكاد بي دي اف ايه؟ هاي كواليتي، واخترت اوتوكاد بي دي اف هاي كواليتي. يبقى انا كده اول حاجه هنا اخترت الاسم، هنا اوتوكاد بي دي اف هاي كواليتي. بعد كده المقاس المناسب للوحه اللي عندك دي، احنا اتفقنا ان احنا نطبع على مثلا مقاس كام؟ وليكن A2. اهو كده انا هطبع على حاجه اسمها ايه هندسه؟ A2. خلاص كده هندسه. بعد كده هو عرف منين؟ مش اللي قدامك دي، البتاع اللي قدامك دي فيها بتاع رسومات كتير، عرف منين انت عايز تطبع ايه؟ يبقى لازم تقول له انا عايز اطبع الجزء الفلاني. فعشان اقول له ان انا عايز اطبع الجزء الفلاني، شايف هنا كده وات تو بلوت، يعني انت عايز تطبع ايه؟ بدل ما هي ديسبلاي هتخليها ويندو. فيقول لك فين الحته اللي انت عايز تطبعها؟ فين الرسمه اللي انت عايز تطبعها؟ هقول له والله انا عايز اطبع الرسمه من اول هنا كده لحد هنا مثلا. خلاص كده هندسه؟ دي كده الرسمه اللي انا ايه؟ اللي انا عايز اطبعها. الرسمه زي ما انت شايف كده عامله ايه في اللوحه؟ بص هنا كده الرسمه عامله ايه في اللوحه؟ ماليه اللوحه بالكامل. ليه؟ عشان انا ظبطت من الاول كل حاجه من قبل اصلا ما اخش على عمليه الطباعه. عشان قايل لك ان احنا نطبع بسكيل 1:100، صح الكلام؟ واي 2، تمام. احنا دلوقتي كده طابع على اي 2، فواضح ان اللوحه كويسه، بس هل احنا قلنا له السكيل؟ لا، ما قلنالوش السكيل. فعشان تقول له السكيل، بص هنا كده مظبوط على حاجه اسمها ايه؟ فيت تو بيبر. فيت تو ايه؟ فيت تو بيبر. حلو. فانت عايز تكتب السكيل اللي هتطبع بيه، عايز تكتب السكيل اللي هتطبع ايه بيه. السكيل هيبقى 10 ل1، 10 لايه؟ ل1. يبقى سكيل 1:100 يتكتب كام على الاوتوكاد؟ 10 ل1. طب دي بتاعت ايه؟ بتاعت الوحدات، بتاعت الوحدات اللي احنا كنا مش عاملينها اصلا في الاول. بمعنى ايه هندسه؟ ركز كده معايا، تمام، ولو فهمتها خير وبركة، ما فهمتهاش هتعملها، تكتبها على طول 10 ل1، دي ما فيهاش مشكلة، تمام. بص يا سيدي، مش انت دلوقتي المسافة من هنا لهنا كانت كام؟ 5 متر، صح الكلام؟ انت رسمتها على الاوتوكاد كام؟ 5، صح الكلام؟ رسمتها على الاوتوكاد كام؟ 5. يبقى اذا الخمس وحدات، الخمس وحدات على الاوتوكاد بيمثلوا كام؟ 5 متر، اللي هم كام ملي؟ 5000 ملي. يبقى الوحده الواحده على الاوتوكاد تمثل كام ملي؟ هو ده اللي مكتوب قدامك كده. فهمت القصه دي؟ حلو الكلام؟ فهمنا القصه دي؟ طيب انا مش مستوعب القصه دي، تحفظ الرقمين اللي انا هقولهم لك دول، تحفظ الرقمين او تحفظ الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول. السكيل على الاوتوكاد، السكيل اللي بيتكتب هنا هو 1000 على السكيل، بمعنى عايز اكتب سكيل 1:100، سكيل 1:100 ده يعني سكيل 100، صح؟ يبقى 1000 على 100، يبقى 1000 على 100 يتكتب كام على الاوتوكاد؟ 10 ل1. تاني عشان الحته دي مهمه، ازاي اكتب السكيل على الاوتوكاد؟ ازاي اكتب السكيل على الاوتوكاد؟ السكيل. حلو. 99% من الناس بتطبع فيت تو بيبر،
تطبع ايه؟ بيبتو بيبر. وده ولا عيب ولا حرام ولا في اي مشاكل بالنسبه لي، انا كل اللي يهمني في الاخر ان اللوحه تطلع قدامي شكلها كويس، طالما انت كاتب كل الدايمنشن فانا مش محتاج السكيل منك في حاجه. حلو الكلام؟ ولكن بفرض ان انا عايز اعمل سكيل، فالسكيل على الاوتوكاد بيتكتب زي ما قلت لك كده 100 تمام او 1000 على السكيل، 1000 على السكيل. فمثلا انا عايز اكتب سكيل 1 ل 100، يبقى ده اسمه سكيل. ده اسمه ايه يا هندسه؟ اسمه سكيل ايه؟ اسمه سكيل 100. يتكتب على الاوتوكاد ازاي؟ 1000 على 100. اروح جاي هنا كده في الاوتوكاد عايز اكتبه اهو، هكتب هنا كام؟ 1000 على ايه؟ على 100، اللي هي كام لكام اصلا؟ اتفقنا؟ طب انا عايز اكتب، عايز اكتب على الاوتوكاد سكيل 1 ل 50، يبقى اسمه سكيل ايه؟ اسمه سكيل ايه؟ 50. 1000 على 50 اللي هو يتكتب على الاوتوكاد كام؟ 1000 على 50 عادي، او لو عايز تبسطها يبقى 20 لايه؟ لواحد. صعبه؟ صعبه؟ الحته بتاعت السكيل دي مهمه جدا، الحته بتاعت السكيل دي مهمه جدا، اتمنى تكونوا انتوا فاهمينها. خلاص؟ اعمل فيتو بيبر وريح دماغك، انا بقول لك لو حبيت، ما حبيتش زي ما انا هعمل كده، انا هعمل فيتو بيبر. فيتو بيبر. انا هعمل فيتو بيبر خلاص، ما انا قلت لك تعملها ازاي؟ عايز ماشي نطبع بالسكيل. 10 لايه؟ لواحد. لاحظت انا بقى في ايه؟ لما كتبت 10 لواحد في حتت حمراء كده. الحتت الحمراء دي ده معناها ان الرسمه بتاعت سيادتك خرجت. الرسمه بتاعت سيادتك ايه؟ خرجت، في جزء زياده. فانت تيجي تعمل كده اهو كده، في برضه لسه في جزء زياده، فتبدا تختار الجزء عشان بس انت عارف انت الجزء بتاع الزياده ده لو عايز تشوفه، لو دوست بريفيو كده نشوف ايه الجزء الزياده اللي طلع بره اللوحه اللي هو مين؟ الاطار، اللي هو مين؟ الاطار. فانا لو عملت فيتو بيبر كانت هتفرق معايا في حاجه، هي كده كده اللوحه هتطلع نفس المنظر، فانا هعمل ايه؟ فيتو بيبر وادوس بريفيو، هتطلع اللوحه بتاعتي ايه؟ بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ايه؟ ده. طب انا عندي مشاكل. يا سيدي مشاكلك ايه؟ يعني ايه المشكله اللي عندك؟ ده السنتر ذا بلوت كده عشان اللوحه تبقى شكلها لطيف بالنسبه لي. طبعا عندك المشكله الحلوه دي ودي مش هتتشال. حلو الكلام؟ فانت لو عندك اوتوكاد 2017 ما بتظهرش فيه، يعني من الاخر لو انت عامل نسخه بكراك قصه اوتوكاد مش عارف بروديوس ذا ان اوتوديسك ستودنت فيرجن دي تمام؟ لو انت عامل نسخه بكراك ما بتظهرش. لو انت منزل الستودنت فيرجن زي ما بتقول كده بيعايرونا يعني، فتفضل محطوطه كده خلاص؟ تمام؟ فيها ليها طرق بتتشال بيها وبيعملوا حبه حبشتكنات كده ونقعد نعمل فيها القصه دي، بس احنا مش مشكله بالنسبه لي. تمام كده هندسه؟ طيب السؤال بقى هنا، انا دلوقتي دوست اوكي تمام، فانا كده ايه طبعت اللوحه. لو انا عايز احفظها احفظها مثلا في المحاضره بتاعه النهارده اهو، وحاجات حطيتها هنا سيشن 2، وده هنسميها ايه؟ ركز بس معايا ثانيه واحده وبعدين اقول لك ترايل 1. نعم قول. ما انا لو انت صبرت عليا انا هقول يعني، اديني بقى شويه، اديني شويه وانا هقول دلوقتي. انا دلوقتي هل ينفع، هل ينفع اطبع الوان؟ هل احنا اتفقنا ان احنا بنطبع اللوحه الوان؟ لا، عشان كده انا سميتها ايه؟ ترايل وان. احنا هنجرب كذا ترايل دلوقتي ورا بعض عشان المعلومه تثبت فين؟ في دماغك. انا اولا عايز اللوحه دي بدل ما هي الوان كده عايزها تبقى لونها ايه؟ ابيض واسود. فاروح رايح قايل له كده لو سمحت انا عايز ابيض واسود، اقول له ازاي لو سمحت عايز ابيض واسود؟ اروح داس كده كنترول بي واقول له كنتينيو. عايز اجيب نفس الاعدادات اللي انا كنت عاملها من شويه، هعمل ايه؟ بدل ما هي نن، بدل ما هي نن اروح مختار حاجه اسمها ايه؟ بريفيوس بلوت. يعني ايه بريفيوس بلوت؟ هات لي اخر اعدادات انا كنت عاملها. يبقى بريفيوس بلوت دي بتجيب لك ايه؟ اخر اعدادات انت كنت عاملها. ظبطنا احنا ايه؟ قلنا ان احنا نطبع اوتوكاد هاي كواليتي، وقلنا ان احنا نطبع على ايه؟ لوحه A2، وقلنا ان هي فيتو بيبر، وجينا على الويندو ومثلا قمنا مختارين اللوحه وليكن اللوحه دي اللي هو مثلا من هنا لهنا، هي دي اللي انا عايز اطبعها وليكن مثلا
ادي اللوحه اللي عايز اطبعها، ولما جيت ادوس كده وابص عليها في البريفيو لقيت اللوحه طالعه بالمنظر الجميل اللي قدامك ده، بس للاسف هي الوان. انا عايزها ايه بقى هندسه؟ ابيض واسود. شايف هنا؟ ركز بالله عليك، بلوت ستايل. بلوت ايه؟ ستايل. مكتوبه نان، هتغيرها وتخليها مونوكروم، تغيرها وتخليها ايه؟ مونوكروم. وما انا لما بغيرها واخليها مونوكروم دي واجي ادوس بريفيو الاقيها بقت ايه هندسه؟ ابيض واسود. الاقيها بقت ايه هندسه؟ ابيض واسود. وركز بقى معايا بعد اذنك. خلاص دي كده هسميها ترايل 2، اوكي؟ واقوم جاي كده كاتب عليها ترايل 2. ليه؟ عشان انا عايز اوريك حكايه. كده انا عملت ترايل 2، اتعلمنا ازاي نعملها القصه دي؟ طيب انا دلوقتي عايز اسال سؤال. دلوقتي انا اللوحه قدامي على الكمبيوتر شكلها حلو. عايز اعرف في الطباعه هيطلع شكلها حلو ولا هيطلع شكلها وحش؟ صح ولا مش صح؟ شايف الزوم؟ الزوم اللي تحت ده اظبطه على 100%. ده المنظر بالظبط اللي هيطلع في الطباعه، ده المنظر بالظبط اللي هيطلع في الطباعه. عارف تقرا كده ولا محتاجه كانت محتاجه تكبر سيكا؟ لو عارف تقرا كده خلاص، لو محتاجه تكبر يبقى انت هكبرها. اللي هو اعمل ايه يعني؟ بدل ما انا اطبع على A2 واطبع على A1 اللي هو ايه؟ اكبر منه. طب ممكن اجرب؟ ممكن اجرب لو سمحت عشان ابقى متاكد. اهو يا هندسه كل اللي هعمله هاجي هنا كده كنترول ايه بي كونتينيو، اغير اي حاجه ولا هاجي هنا على طول واروح قايل له ايه؟ بريفيوس بلوت. عايز تطبع ايه؟ ادي الويندو، قمت جايب من اول اللوحه اهو لحد اخر اللوحه اهو كده. صعبه؟ واروح قايل له بس لو سمحت بدل ما هي A2 خليها لي، لا اكبر بقى A1 غش الاطار بقى. ما احنا الاول احنا مش عارفين الاطار اللي هو كان رسمه ده كان بتاع ايه، عشان كده بنعمل القصه دي. لكن لو انت كنت عارف فانت خلاص يعني رسمتنا احنا غير الرسمه دي، تمام. هروح دايس قايل له يا هندسه اوكي واسمي دي ترايل 3. ركز بقى بالله عليك معايا، راح فاتح لي ترايل 3 دي، عايز اعرف شكلها في الطباعه يطلع ايه. قلنا هنظبط الزوم ده على كام؟ ايه رايك كده في شكلها في الطباعه؟ يبقى انا عرفت من قبل ما اروح للراجل اللي انا هطبع عنده ده ايه المقاس المناسب اللي يطبع لي عليه، واللوحه بتاعتي تطلع 100 100. اللوحه دي بقى باين فيها مشكله واحده نحلها، يبقى انت كده بقيت احسن حد في الدنيا في الطباعه. ايه المشكله دي؟ لو بصيت كده انا لما كنا يعني لما كنت طالب كده صغير في الكليه كان الدكتور يقول لي ايه يا ابني يا حبيبي ما ينفعش اللوحه كلها تبقى عايمه على بعضها. يعني ايه عايمه على بعضها؟ يعني انا لو اي حد فيكم كده بص هيلاقي ان الدايمنشن زيها زي الاكس، زيها زي الخرسانه، زيها زي التكست، كل الالوان شبه بعضها. حلو، اللوحه ما فيهاش اظهار، ما فيهاش شكل كده يكون المفروض في حاجات خفيفه وحاجات تقيله. ايه اللي بيظبط الحاجات الخفيفه والحاجات التقيله دي؟ البين اسايند. ايه اللي بيظبط الحاجات الخفيفه والحاجات التقيله دي اسمها ايه؟ البين ايه؟ البين اسايند. ركز بقى معايا هظبط البين اسايند ازاي؟ وبالله عليك تركز لان دي اهم حته في الحصه بتاعت النهارده. دي كده اسمها ترايل ايه؟ ترايل 2. في حد بيتكلم بره صح؟ ماشي. دي هنسميها ايه؟ ترايل 2. انا بس عايز ايه؟ عايز الزير بتاعي دي كده على جنب عندي عشان لو احتجتها. ركز بقى بالله عليك معايا تاني كنترول ايه؟ كنترول بي كنتين، واروح قايل له بريفيوس بلوت. ركز معايا كل الاعدادات بتاعتنا متظبطه، اخترنا هنا اسم الطبعه اوتوكاد بي دي اف هاي كواليتي، وبعد كده اخترنا المقاس بتاع اللوحه A1 وقلنا له الويندو، واخترنا ايه بالظبط اللي هيتطبع عندي، قلت له انا عايز اطبع من هنا لحد هنا خلاص كده، وقلت له فيت بيبر وسنتر ذا بلوت ومونوكروم وكله زي الفل. مشكلتي كلها ان انا عايز اظبط حاجه اسمها البن اساين. هروح رايح كده، هروح رايح كده
عايز اعمل ايه هندسه؟ اظبط البين قصين. عندي الالوان احمر واصفر واخضر وازرق وكل الالوان دي. بص يا هندسه بمنتهى البساطه كل اللي هتعمله هتيجي تختار لي اول لون، تروح نازل لحد تحت كده وتدوس شيفت كده، اخترت الالوان كلها. شايف هنا ده اللاين ويب بتاع الطباعه، ده اللاين ويب بتاع الطباعه، هتديهم كلهم كام؟ صفر. يبقى كده كلهم اللاين ويب بتاعهم في الطباعه ايه؟ صفر. صعبه؟ بعد كده شايف الرسمه اللي انا كنت مديها لك؟ الرسمه اللي انا كنت مديها لك دي؟ الخط الاحمر المفروض ياخد كام؟ ها؟ لا يا حبيبي ده التركيب بتاعه. الاحمر المفروض ياخد كام؟ ها؟ 10. يبقى الاحمر ياخد كام يا هندسه؟ 1/10. اروح دايس على الاحمر واجي هنا واروح مختار هنا كام؟ 1/10. اللي بعده الاصفر المفروض ياخد كام؟ 35%. اقوم جاي هنا كده واظبط دي على 35%. الاخضر المفروض ياخد كام؟ 3/10. اروح ظابط دي كده على 3/10. اللون ده كام؟ ما اعرفوش والله، 25%. الازرق المفروض الازرق ياخد كام؟ 55%. انت عارف ده بيعمل ايه؟ يلا اللون اللي بعد الازرق اللي هو البنفسجي كام؟ 45%. ادي البنفسجي كام؟ 45%. حلو. في اي الوان ثانيه انا مستخدمها غير البنفسجي؟ الابيض. الابيض تمام، المفروض اللي هو الابيض ده اللي هو الاسود، الابيض ده يا باشمهندس اللي هو ايه؟ الاسود، لان انت لما بتطبع هو ظاهر هنا على الاوتوكاد ابيض تمام عشان الخلفيه سوداء، انت فاهمين القصه دي؟ فالابيض ده اللي هو ايه؟ الاسود. المفروض ياخد كام الابيض؟ 35%. بعد كده في حاجه ثانيه، في بقى اللون اللي هو رقم 251، هجيبه منين اللون رقم 251 ده؟ هتنزل كده اللون اللي هو رقم 251 المفروض ياخد كام هندسه؟ 5/1000 اهو. حلو. وبعد كده عندي اللون رقم كام تاني؟ اللون رقم 8. اللون رقم 8 المفروض ياخد كام؟ 5/100. بعد كده باقي رقمين كمان، اللون رقم 194 5/100. الكلام ده هتعمله مرة واحدة في حياتك. هتعمله مرة واحدة في حياتك، ولو مش عايز تعمله أنا هقول لك هنعمل دلوقتي. بس أنا عايز أوريك بس فايدة الكلام ده. آدي الـ 194، اللون رقم 50/4. 50 بكام؟ 4/10. كده بقى لنا رقم واحد وخلاص كده. سيب بقى الخطوط دي خلاص. كده تمام. هتروح عامل ايه هندسه؟ سيف وكلوز. تعمل ايه هندسه؟ سيف وكلوز. لو دوست سيف وكلوز ده هيبقى القصه دي حفظتها على المونوكروم، فانا عشان ما احفظهاش على المونوكروم احفظها باسم جديد. بص كده هسميها كده سيفل اكاديمي. سيفل ايه؟ اكاديمي. وسكيل 1 لايه؟ ل 100. واروح دايس سيف. خلاص كده هندسه؟ واروح دايس ايه؟ سيف بقى وكلوز وخلاص كده. لو انا جيت بصيت كده هتلاقي واحده هنا اسمها سيفل اكاديمي. جرب تطبع بيها بقى وقول لي ايه اللي هيحصل. اوكي؟ وادي هنسميها ايه؟ فاينل. وعايزك بس ايه تتفرج على المنظر بتاع اللوحه لما يطلع باذن الله. اه واخد بالك من اللوحه؟ هي مش هتبقى واضحه قوي في البروجيكتور، ولكن هتلاقي ان اللوحه يا باشمهندس بتاعه سيادتك بقى ايه. بص هنا، بص الفرق ما بين هنا وهنا. هنا هتلاقي اللوحه تحس انها متناسقه، اللوحه هتحس انها ايه؟ متناسقه، كل حته فيها تمام مظبوطه. والكلام اللي انت عملته ده بتعمله كام مره في حياتك؟ هي مره واحده. ولو انت مش عايز تعمل الكلام ده ولا مره في حياتك هتعمل ايه؟ بص بقى هعمل لك حاجه كده ايه؟ هديه مني ليك عشان انا عارف ان انتوا بتكسلوا. بص كده معايا. هقوم انا عامل حركه حلوه قوي. بص ده الفايل اللي انا عملته دلوقتي.
اللي اسمه سيف الاكاديمي ده، اروح واخده كده كوبي تمام واروح حاطط لك في الحصه بتاعت النهارده بس كده. تعملش حاجه انت، انت تروح تعمل ايه بقى؟ تروح تعمل ايه؟ ولا اي حاجه، انت تروح ترسم رسمتك تمام، وتفتح الاوتوكاد بتاعك، تفتح الاوتوكاد بتاعك، ركز معايا عشان الحته دي عشان ما تبصوا فيها. هتفتح الاوتوكاد بتاعك، عايز تحط الفايل اللي انا اديته لك ده، هتحط الفايل ده ازاي؟ بمنتهى السهوله، هتروح دايس برنت وتروح دايس كونتينيو وتيجي هنا تدوس على كلمه ايه؟ سيف اس، هيروح فاتح لك الفولدر ده، تاخد الفايل اللي انا مديه لك تحطه جوه الفولدر ده. اول ما تاخد الفايل اللي انا اديته لك حطيته في الفولدر ده هتلاقيه بقى ظاهر لك فين؟ اختار واطبع بيه. خلاص؟ خلاص؟ انا ظبطت قدامك واحده واحده وعرفت كل حاجه بتتعمل ازاي. فهمنا؟ فهمنا القصه دي ولا ما فهمناش؟ في حد عنده اي مشاكل؟ يا حبيبي خلينا نخلص القصه دي وبعدين نبقى نشوف الامور. ثانيه بس كده يا باشمهندسين، ده مش هيطلع حلو في الطباعه، مش هيطلع حلو في الطباعه غير لما تلتزم بمين؟ لازم تلتزم بالتمبلت دي. ما هي الالوان دي انا مظبطها على دي. انت عارف احنا كده عملنا ايه؟ صدقني انت اختصرت 60% من الشغل اللي اي حد تاني او اي بني ادم تاني بيعمله. ال 60% دول اختصرتهم في ايه؟ ان انا عندي اللاير جاهز وعندي التكست جاهز، انا بعرف اعمله وانت كمان بقيت بتعرف تعمله، ولو ما بتعرفش تعمله افتح المذكره وافتح الفيديو هتلاقي مش عارف تعمله ازاي. حلو الكلام؟ بس انا وفرت لك 60% من الوقت. الطباعه بقت امر سهل جدا بالنسبه لي تمام، القصه كلها بقت محكومه بالنسبه لي وما فيهاش اي مشكله. في حد عنده اي مشكله؟ ثانيه اقفل الفيديو بقى ده.